تختلف الساعة اللي نتناول فيها وجبتنا الأخيرة من شخص لآخر، ويختلف كمان مفهومنا للوجبة الأخيرة. البعض يحرص على نوع الأكل اللي يتناوله، والبعض يحرص على الوقت، وفيه اللي يحرص على الاثنين سوا. لكن فعلا متى المفروض ناكل آخر وجبة؟ خمسة أو سبعة بعد المغرب. آخر وجبة اللي هي وجبة الغداء. العشاء دائما يكون أشياء بسيطة نواشف. آخر وجبة لي أنا طبعا الساعة 10، يعني أقصى حد الساعة 10-10:30 أقصى حد. آخر وجبة الساعة 2. ست المغرب وأتعشى، ما أتغدى أنا، أتعشى. وأتعشى شيء بسيط، يعني تقريبا خضار شوي وفي شوي من السندويشات. يا الساعة 9 8 نصف الليل. إيه آخر وجبة لي الساعة 10. إيش علاقة الوجبة الأخيرة بالعشاء؟ طبعاً أول حاجة خلنا نعرف وش هي الوجبة الأخيرة. طيب. لأنه أغلب الناس تقول لك الوجبة الأخيرة هي اللي تجيني في نص الليل، الناس تقول لك اللي تجيني المغرب، كل واحد بيجي على حسب مزاجه. إحنا لازم أول شيء نرتب الوجبات عشان نقول في وجبة أخيرة. في ناس يأخذوا وجبة واحدة ويقول لك هذه هي وجبتي. حلو. فتعتبرها هذه إيش، أولى أخيرة، ما ندري. فعشان كذا لازم أول حاجة يكون في عندي فعلاً فطور، غدا، عشاء، عشان أقول هذا العشاء هو الوجبة الأخيرة، وما يكون بعدها أكل. يعني في ناس يقول لك أوكي أنا بتعشى، بس مثلاً إذا سهرت أنا مضطر أكل أشياء، إذا هنا ما صار وجبة أخيرة، هذه صار في بعدها كمان وجبات. يعني الوجبة الأخيرة العشاء بس؟ يعني هو مفروض اسمها عشاء. مفروض اسمها عشاء. فإذا هو حابب إنه يأخذ هذه الوجبة على إنها العشاء حقه، فخلاص هي تكون آخر وجبة اللي يأخذها في خلال يوم. إذا كان هو جاع بعد العشاء ويبغى يأكل، هذه هي نسميها وجبة خفيفة، اللي هي بتكون أشياء مثلاً مو سعراتها عالية، بالضبط زي الخضار، ممكن حبة فاكهة وليست صحن فاكهة يعني. فهذا بيصير عندي إنه خلاص آخر وجبة هي العشاء. فإذا أنا كانت سعراتي كافية أنه يكون مثلاً آخر وجبة الساعة 5، أوكي، وأنا حاسس أنه كذا بالنسبة لي عادي، ما في مشكلة. في ناس مثلاً بيتعاملوا مع موضوع الصيام المتقطع. طيب الصيام المتقطع هذا هو إيش اللي بيسوي؟ أنه بيوقف مثلاً وجباته آخر شيء الساعة 6 المغرب مثلاً، وبعدين بيأكل ثاني يوم اللي هو الصباح. ممكن تصير، ما في مشكله فيها، بس في الاخر انا ايش بعود؟ يحتاج مثلا عشاء كل يوم؟ لا، هو حسب انت ايش بتعوده. عودته انه يتعشى في الليل متاخر، او عودته انه يتعشى بدري، يفرق عندك. بس لما حتتعشى متاخر، يعني خلينا نقول بعد الساعه، لما اقطع الوجبه كامله للعشاء مثلا، بينزل وزني. طيب انت دوم ادخل دايت صيام متقطع او خلاص. احنا مثلا جيت فطرت الصباح، اخذت الظهر، الغداء، جيت على الساعه 6 اخذت العشاء، هذا عشاك يعني. هو في الاخير انت اخذته بس بدري، بوقت محدد. لا، بس انه اذا كل ما اخرت العشاء يقلل الحرق عندك، خاصه انه العشاء اذا كان شيء مره دسم اكيد طبعا حياثر على الجسم انه يكون ضار، ما هيكون نافع. جميل. وش ممكن الشخص ياكل في العشاء كاكل صحي، او ممكن يكون خلينا نقول لذيذ وصحي بنفس الوقت؟ هو طبعا شوف، يعني حسب كل شخص. يعني مثلا في ناس يقول لك انا ما احب اتغدى. حلو. طيب انا احب اني اخذ العشاء هو الوجبه الرئيسيه حقتي. فاحنا ايش نقول له؟ ما تاخذ في الغداء وجبه كبيره، عادي خذ مثلا حبه فاكهه، نوع من الخضار وبس، وبعدين على العشاء خذ الوجبة الطبيعية حقتك. بس لازم يكون كل شيء موزون. يعني لما حقول إيش الصحي، أكيد الصحي أفضل أنه يكون العشاء وجبة خفيفة والغداء هو الوجبة الرئيسية، لأنه أنت عندك ذروة الحرق في الجسم هي الصباح والعصر. فأنت لما حتاخذ في الليل متأخر حتأثر عليك. بس إذا أنت خليتها بدري، يعني خلنا زي ما قلنا اللي هي عند المغرب، أنت ما زلت أوكي، ما عندك مشكلة إذا حتاخذها وجبة رئيسية. يعني عندنا الآن خيارين، يا أني مثلا أقدم وجبة العشاء، أو أني مثلا أخليها خفيفة والغداء يكون ثقيل. بالضبط. أو الغداء ثقيل، يعني الغداء ثقيل، لا هو يعني تاخذ اثنين ثقيل مرة صعب. فهي أفضل أنه هي تكون لا، الغداء ثقيل والعشاء هو اللي خفيف. بس إذا هو يشعر بالجوع يخلي الغداء هو سوري العشاء هو الوجبة الرئيسية، والغداء هو اللي يكون خفيف.
بعض الناس ممكن يتعشون اكثر من مره، صح؟ تعشى بدري بعدين يرجع ثاني في الليل. ايه جوع خاصه اللي تعرف المشكله اولا الشتاء ان الجوع بيصير اعلى، لانه طبعا الانسان يبغى طاقه فبيصير ياكل اكثر. فاحنا دائما نقول حاول تختار ايش النوع الاكل اللي انت بتاخذه، لا تاخذ اشياء فيها سعرات حراريه عاليه وسكريات عاليه. بس بنفس الوقت إذا هو بيسهر في الليل هذه مصيبة، لأنه إحنا عندنا مشكلة الجسم لما يصير فيه بعد الساعة 12 أنت جالس وما نمت بيبدأ الإنسولين اللي هو مسؤول عن حرق السكر يحفز الجوع، فيصير عندك إحساس بالجوع أعلى، فهنا طبعاً بيصير إيش عملية أكل ثانية، فصار كأنك إيش تعشيت مرة ثالثة. فالأفضل إنه لا، إحنا كمان النوم يتنظم عشان على أساسها يتنظم باقي الوجبات، ما يصير عندي كميات. طيب لو قلنا إن النوم ما تنظم كلايف ستايل او مرات شخص، اوكي، هو طبعا في مو شرط انه حتى كمان يكون سهران، في ناس عندهم شفتات الليل يعني حتى هذول يعني الله يعينهم بيكون وقتهم في الليل. فاحنا ايش نقول له؟ اذا صار عندك بدل فجر ابدا اللي هي وجبه الفطار حقتك، لما تصحى من النوم خذ الغداء، في الليل حتاخذ العشاء. فهو هنا ايش سوى؟ ما خلى نفسه كل الوقت بدون اكل، فبالتالي ما راح يشعر بالجوع انه هو كل شوي حياخذ وجبات صغيره في الليل خاصه، لانه طبعا اغلب وقته حيكون في الليل مش في النهار. صحيح، قصدك انه يقسم الوجبات يعني في الليل؟ بالضبط، بس يقسمها على انه الفجر هي الوجبه اللي قبل الفطور، اوكي؟ بعدين لما يصحى من النوم الغداء، في الليل حيكون العشاء حقه. اه يعني يتعشى مره واحده ويفطر. بالضبط، ما يتعشى مرتين. لا. اوكي، الى هنا وصلنا لنهايه فقرتنا لهذا اليوم. الله يعطيك العافيه دكتور. شكرا، شكرا لك، الله يسلمك. الإكثار من الفلفل والمخللات يؤدي تناول المخللات والفلفل مع الطعام باستمرار إلى حدوث التهابات في الأمعاء والمعدة وحدوث خلل في وظيفة الجهاز الهضمي، لذا ينصح بالاعتدال في تناولها والحد من وضع البهارات على الأكل بشكل مبالغ فيه. وإذا كنت ممن لا يستطيعون الاستغناء عن هذه العادة بسهولة، فتناول المخللات والفلفل في فترات متقاطعة على الأقل كل يومين أو ثلاثة. دكتور، اليوم راح نتكلم عن مشكلة يعاني منها كثير من الناس ويعانون أكثر من جهلهم بهالمشكلة، واللي هي نقص فيتامينات ومعادن الجسم. كيف ممكن نعرف أن احنا نعاني من نقص فيتامينات ومعادن بالجسم؟ بسبب بيكون سوء التغذية، فممكن يكون حتى لو الشخص ما عمل تحاليلات طبية هي في أعراض كلينيكية وعلامات في جسم الإنسان بتبين أنه هو بيعاني من نقص الفيتامينات والمعادن، مثلاً شعور بالتعب، بالإرهاق، مشاكل في البصر، مشاكل في الأسنان، ضعف المناعة، ضعف في القدرة الذهنية والعقلية. هذه دليل انه بيكون في عنده نقص من الفيتامينات والمعادن. ساعتها بيروح بيحلل بيفحص بتاكد انه شو هذا اسباب النقص من الاعراض اللي كان يشعر فيها او العلامات اللي موجوده في الجسم. الاغلب اعراض يعني بتكون. طيب دكتوره، ايش هي ابرز الفيتامينات والمعادن اللي يفتقدها الشخص اثناء التزامه بالدايت؟ كثير مجموعه من الفيتامينات والمعادن يفقدها الشخص اذا ما التزم بدايت صحي متكامل، منها فيتامين دي، لأنه فيتامين دي تقريباً 80% من الذكور والإناث بيعانوا من نقص فيتامين دي. نقصانه نسبة كبيرة جداً، نقصانه بيسبب اكتئاب وتساقط في الشعر، ولما الواحد يعمل رجيم ما بينحف، وممكن يسبب ضعف في المناعة وعلى المدى البعيد يسبب مشاكل السكري. هو بسبب وجوده فقير في الأكل في الطعام، ولازم نتعرض للشمس. هو موجود في بعض الألبان والأجبان وموجود في البيض، لكن لازم الإنسان يتعرض يوميا للشمس ولو لعشرين دقيقة عشان هي مصدر غني جدا بفيتامين دي. أيضا من الفيتامينات والمعادن الفيتامين سي، فيتامين سي جدا مهم لأنه بيساعد على، هو يعتبر مضادات للأكسدة،
موجود في الخضروات الورقية الخضراء، موجود عشان مضادات أكسدة، أكثر شيء موجود في البرتقال، موجود في الفراولة، الأشياء الحمراء، موجود في الفلفل الأحمر، موجود في التوت الأحمر، هاي كلها غنية بفيتامين سي اللي بتساعد على امتصاص الحديد اللي بتمنع التعب وبيمنع الإرهاق، وبيساعد كمان وجود فيتامين سي في الجسم على الذكاء والتركيز سبحان الله. أيضا من الفيتامينات والمعادن الزنك، الزنك كتير مهم بيساعد على بناء البروتينات ووظيفته كتير مهمة حتى المفيد للشعر لنمو الشعر، موجود في الأسماك، في المقشرة اللي فيها قشور مثل المحار، موجود في اللحوم الحمراء، موجود في الدواجن، موجود في الكبدة. أيضا البي 6 كتير مهم لمجموعة البي كومبلكس كلها أو كل مركبات البي، منها بي 6 وبي 6 يعني وبي 12. بي 6 برضو مهم لأنه بيساعد على التركيز، نقصانه بيأثر على التركيز، بيأثر على الاكتئاب، بيأثر على المزاج مش التركيز، أنا بقصد أنه بي 6 بيأثر على الاكتئاب وعلى تغيير المزاج، بيكون مش كويس للشخص اللي عنده نقص فيتامين بي 6. بي 6 مهم لأنه بيساعد على إنتاج مادة السيروتونين، هذه مادة السيروتونين مهمة علشان تحسين المزاج. المغنيسيوم برضو مهم جدا للناس اللي بتعمل دايت لأنه نقصانه ممكن، وجوده هو مهم جدا لأنه بيساعد على أنه يقلل مرض السكري، بيساعد على عملية الاستقلاب للجلوكوز والكربوهيدرات. المغنيسيوم مهم للعظام لأنه خاصة بيمنع هشاشة العظام، خاصة للسيدات الكبار في السن، لما بيكبروا في السن بيصير عندهم ليونة في العظام أو أوستيوبوروسيس أو لين عظام. أيضا المغنيسيوم مهم للقلب، بيخفف من مشاكل السكتات الدماغية أو الأزمات القلبية. المغنيسيوم كمان ضد الاكتئاب، كويس لتحسين المزاج أو للناس اللي بتعاني من النسيان أو فقدان الذاكرة نوعا ما، خاصة لكبار السن. مادة المغنيسيوم كتير مهمة، موجودة في الألبان، موجودة في الموز، في المشمش، في التفاح، كمان موجود في اللحوم الحمراء والخضروات الخضراء الورقية وفي المكسرات. برضو ما ننسى عن فيتامين بي 12، بي 12 كتير جيد، بيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، وهو من الفيتامينات التي تذوب في الماء، وجدا بيعمل على مفيد جدا انه بيقوي الذاكرة خاصة عند الطلاب اللي بيعانوا من مشاكل مثلا النسيان او وقت الاختبارات وقت المذاكرة. فالبي 12 كتير مهم علشان يقوي الذاكرة ويساعدهم على التركيز أكثر أثناء الدراسة. طبعا موجود في التونة، موجود في السردين، موجود في اللحوم الحمراء، وموجود في البيض، في المنتجات الحيوانية بصفة عامة. جميل. طيب دكتورة، فقرتنا اسمها ثلاث خطوات، عشان كذا في الختام أبغى أعرف منك في ثلاث خطوات كيف ممكن نتجنب نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم أثناء فترة الدايت. أهم حاجة الشخص لما يجي يعمل دايت لازم يأخذ الماكرو والمايكرو نيوترينز. الماكرو اللي هي موجودة في البروتين وفي الكربوهيدرات وفي الدهون، بيأخذها حسب احتياجاته، ونفس الشيء لازم نأخذ المايكرو اللي هي الفيتامينات والمعادن والماء، هدول كلهم مكملين لبعض، لأنه ما في عنا أكلة سحرية أو برنامج غذائي سحري بيعطيك كل العناصر الغذائية في أكلة واحدة، فلازم نأخذ كل الحاجات هذه ونستخدم المجموعات الغذائية الخمسة في الوجبة الواحدة اللي هي الفواكه والخضار واللحوم والألبان والنشويات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لازم نتأكد أنه في الدايت يكون موجود بيحتوي على الأحماض الدهنية وبيحتوي على ماء، لازم نشرب ماء كويس ونستخدم الأحماض الدهنية. الأحماض الدهنية كتير مهمة لأنها بتساعد على امتصاص فيتامين ألف ودال وإي وكاف، هدول الفيتامينات الأربعة مهمين، فلازم نستخدم الأحماض الدهنية بس باعتدال، وتكون دهون نباتية مش حيوانية، لأنه الدهون هي اللي بتساعد على امتصاص الفيتامينات. مع الماء، الماء لازم نشرب كمية بكثرة من الماء، تقريبا 2 لتر فما فوق، الماء بيساعد على امتصاص الفيتامينات اللي هو فيتامين سي وثمان فيتامينات من البي اللي هو بي 6 وبي 2 وبي 12، هذه كلها فيتامينات تذوب في الماء، فلازم الانسان لما يعمل دايت يركز برضه على استخدامه للماء عشان يساعد على امتصاص هذه الفيتامينات والمعادن. اخر شيء بس انا بدي اذكرها انه ما في عندنا برنامج غذائي واحد بيعطى لكل الناس، فكل شخص سبحان الله له شيء مناسب حسب حالته المرضية. ممكن يكون بيعمل دايت بس بيعاني من أمراض سكري، أمراض القلب، أمراض الكبد، أمراض الكلى،
فلازم ننتبه بهذه الشغلة إنه مش كل إنسان يستخدم نفس الدايت. كل واحد له قيم، له دايت خاص لنفسه يحتوي على كل العناصر الغذائية عشان تساعده على الاستمرارية وتساعده إنه ما يعاني من أي أمراض أو مشاكل سوء التغذية على المدى البعيد. صحيح. في النهاية شكرا لك دكتورة غدير، استمتعنا بوجودك معنا كثير وأفدتينا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة البيضاء. تعتبر حبوب الكاكاو هي المادة الأساسية في صناعة الشوكولاتة، وتنمو أشجار الكاكاو في المناطق الاستوائية مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا وإندونيسيا. واكتشف الكاكاو لأول مرة من شعوب الأزتيك والمايا قبل 2000 عام. تصنع الشوكولاتة البيضاء من زبدة الكاكاو الخالص. والسؤال المهم، لو كان لك الاختيار بين تناول شوكولاتة داكنة وشوكولاتة بيضاء، وش راح يكون اختيارك؟ وعشان نسهلها عليك، خذ الخلاصة لمقارنة سريعة بين لوح بمقدار 450 غرام من الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة البيضاء. لكل جسم كتلة ووزن، وهذا الشيء ممكن يساعدنا بالاعتماد على أنفسنا في التمارين الرياضية. ويعتبر التمرين بوزن الجسم تمرين مفيد، لأنه يستخدم وزن الجسم فقط بمقاومة الحركات وما يعتمد على أي معدات أو أوزان خارجية. اليوم مع الكابتن فيت راح نتعرف على بعض التمارين هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم من جديد وتمارين جديدة. تمارين اليوم راح تكون عندي 5 تمارين بوزن الجسم، ما تحتاج لك أي أدوات أو أي أشياء خاصة في التمارين الرياضية، تحتاجه بس تمارين أو أداء جسمك. بالنسبة للتمارين اليوم راح نبدأ بالتمرين الأول بالشكل هذا. نشوف أهم شيء الرجل تكون مستقيمة، حننزل هنا بالتدرج بالشكل هذا، نثبت هنا 1 2، نرجع نسوي جامب، نرجع مرة ثانية، ثبت ثانيتين 1 2، نرجع ثالثة، ثابت 1 2، جامب، ثابت 1 2، نرجع. كذا خلصنا التمرين الأول، ننتقل للتمرين الثاني. راح يكون لانجس على الخلف بس بشكل مايل، راح نشوف بالشكل هذا. نقطة البداية حنيجي هنا، نقطة النهاية هنسوي بانش الرجل اللي في الأمام اليد نفس الطريقة. 1 نرجع 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بالنسبة للتمرين الثاني نشغل لك عضلات الأرداف أكثر شيء والجوانب. راح ننتقل الآن للتمرين الثالث، راح يكون بالشكل هذا. نشغل الجزء العلوي طريقة هذه، كومنتو بلانك، راح يشغل الجزء العلوي. 1 طلع 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كذا خلصنا من التمرين الثالث، راح ننتقل الآن التمرين الرابع. راح يكون نفس الطريقة بس للجزء السفلي، راح يكون بالشكل هذا. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10. كذا خلصنا من التمرين الرابع، راح ننتقل الآن للتمرين الخامس برضو نفس الطريقة، بس راح يكون تمرين على الجدار، راح يكون الجزء السفلي بالشكل هذا على الجدار. راح نستهدف فيها عضلتين، عضلة الأفخاد الأمامية والخلفية زائد عضلات البطات أو عضلات السمانة بالشكل هذا. نسوي هنا ثبات، نطلع هنا ثبات 1 2، ننزل 1 2 1 2 1 2 1 2. أهم شيء تحس فيها بعضلات البطات أو عضلات السمانة زائد عضلات الأرجل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبكذا يكون خلصنا من تمارين اليوم، تمارين الجزء السفلي أو الجزء العلوي. راح يكون إن شاء الله بإذن الله أنكم استفدتم من تمارين اليوم. يعطيكم العافية، نشوفكم في حلقات قادمة. معصوب التوست. المعصوب يعتبر من الأكلات الغنية بالسعرات الحرارية، عشان كذا اليوم راح نحضر مع بعض معصوب التوست، لكن بطريقة صحية منخفضة السعرات. وخلونا نبدأ بالمقادير. طريقة التحضير: حمص شرائح التوست، ونفرمها بمحضرة الطعام. نضيف لها الموز ونستمر في الفرم لين تتجانس. بعد غرفها في الطبق، نحط عليها طبقة من القشطة، جبن الشيدر، ونضيف عليها ملعقة من العسل الطبيعي. وبكذا يكون المعصوب لذيذ وصحي وبدون حرمان. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بعد ما تعرفنا فيها على التوقيت المناسب لوجبتنا الأخيرة، واللي تعطينا فرصة أكبر أننا نسوي تمارين بوزن الجسم وبأداء أفضل. وحكينا بثلاث خطوات عن موضوع نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم وكيف ممكن نتجاوزه بطريقة سليمة. وطبعاً طبقنا اليوم كان معصوب التوست الصحي بسعرات حرارية أقل. نستودعكم الله.